تنواكبوا هذا الوباء المستجد كورونا فيروس اللي في الحقيقه قلب الاوراق ديال بزاف ديال المؤسسات الصحيه، وتفرض عندنا واحد البروتوكول لابد اننا نتبعوه من اجل الوقايه لعدد كبير من المواطنين، تمشيا مع المذكره الوزاريه اللي صدرت في الايام الاخيره وبتنسيق مع هيئه الاطباء لجهه مراكش اسفي والمديريه الجهويه للصحه بجهه مراكش اسفي، حقيقه واداره المصحه تحت اشراف الاطباء المسؤولين على التنظيم الداخلي للمصحه، واننا وضعنا عده اجراءات وقائيه من بينها اننا تطبيقا للمذكره المذكوره ان جميع المرتفقين والناس اللي عندهم رغبه يولجوا للمصحه انهم تخضعوا لهذه الشروط الانضباطيه، اللي اولا الوقوف على مسافه متر بين كل مرتفق كيحاول يدخل المصحه، ثانيا الفريق ديال الامن الخاص تيقوم بواحد الاجراءات وقائيه امام المصحه من تتبع الحراره ديال المرتفقين، كذلك التعقيم ديال المصحه. هناك طاقم ساهر على الوقايه الاحترازيه، اولا قياس الحراره بالنسبه لجميع الوافدين على المصحه، ثانيا هناك تعقيم خاص بالقادمين للمصحه من الزوار ومن المرضى ومن المرتفقين، كذلك وضع وسائل ديال الوقايه، ضمادات وقيات بالنسبه للاحذيه ديال جميع المرتفقين، وطاقم طبي صاير على جميع هذه الاجراءات بكل دقه. كذلك هناك تعقيم داخل فضاءات المصحه لجميع الفضاءات التي يولج لها جميع المرتفقين، كذلك هناك منع للزياره بعدد كبير بالنسبه للزوار ديال المرضى، حيث تبع للمذكره الوزاريه تم تحديد زائر واحد وزياره واحده في اليوم في حدود 30 دقيقه التي تعدى 30 دقيقه، وان يلتزم بالمسافه القانونيه سواء مع المريض او مع الممرضات او جميع المحيط الذي يلج اليه هذا الزائر، كذلك منع الاطفال لزياره جميع المرضى، وعزل الاطفال الذين يرغبون في كشف طبي او في اخذ زياره طبيه داخل المصحه، في هناك اجراءات خاصه بالنسبه للاطفال، كذلك بالنسبه للمريض بالنسبه للزوار يجب ان يلتزموا الزوار القادمين من الديار الاوروبيه او من الدول التي انتشر فيها الوباء، هناك تشخيص الهويه ديال جميع اي مرتفق واخذ المعلومات ديالو واخذ اخر دوله كان فيها لاخذ احترازات مرتبطه بالوباء الذي كان في الدوله التي كان فيها مؤخرا. هناك بعض المرتفقين والمرضى الذين يلجون المصحة ويكونون في حالة مشبوهة سواء بالحرارة أو بالعطس أو هناك وعد حرارة زائدة، فإن فريق طبي المستعجلات يأخذوا هذه الحالة ويتشخيصها ونتعاملها معاملة خاصة قصد توجيهها إلى معزل إذا كان ذلك ضروري، أو إلى المستشفى التي وفرته المديرية الجهوية للصحة لتلقي هذه الحالات. الحمد لله الآن أي حالة لم تصل إلى مصحة، والأمور بخير على خير، والإجراءات الصحية على قدم وساق، وكل الأمور الحمد لله تطمئن، وأننا في وضعية سليمة جدا، والمواطنين أنهم واخذين معنا بجدية هذه الإجراءات. نتمنى أن تعم على جميع البيوت وعلى جميع المرتفقين سواء المصحات أو في الأماكن العمومية، لأنه لابد من الانضباط ومن ضرورة التعامل مع هذه المحطة بوقاية كبيرة وباحتياط كبير.